السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا والعود أحمد. اليوم إن شاء الله رح نديرو إن فلور لاغوس، الورد الجوري. يعني رح نشوفو كيفية طريقة كيفاش نتحصلو عليه بطريقة طبيعية. سبق لي وأن في الفيديو السابق شرحت لكم طريقة كيفاش نتحصلو على وردة مكثفة، يعني نسرعوا في العمل تاعها، ويعني اوليو باش نقطعوا كثير بتيلات درنا طريقة كيفاش باش نتحصلوا على عدة بتيلات فقط، يعني بطريقة مبسطة. كنت قلت لكم راح نحتاجوا هذا القماش، نوع من القماش تاع لا دوبلور تافتا او البطانة اللي تكون من التافتا، فيها عدة ألوان. أنا نحب نخدم بالباج لأني نحب اللون. ألو عندكم عدة طرق درجة كيفاش تخدموا البيتيلات. أول شيء راح تقطعوا المربعات هادو على عدة قياسات. هذا القياس راهو 12.5 سنتيمتر، يعني ما هوش عشوائي، ولكن هذا راح يسمح لك أنه لا ديغراداسيون نتاع البيتيلات تاعك، يعني تحصل عليها من صغيرة الى كبيره. ما يخفالكش ان الورده سورتو الورد البلدي ولا الجوري يبدا بقلب يكون صغير، بعد الورده كي تكون متفتحه اكثر فالبيتيلات راح تشوفيها تشاهدي انها راح تكبر. هذا هو لا ديغراداسيون، وعلاش نقطعوا لي كاري هادو المربعات بعده مقاسات. هنا عندي تاع 13 سنتيمتر، تاع 12.5 وهنا 11.5 سنتيمتر. فيك يعني لو تحبي القلب تاعها يكون مغلق اكثر صغري، معنيك الا تصغري القياس. هذا 9 سنتيمتر، يعني هذا راهو 11.5، انت ديريه 9 سنتيمتر باش تحصلي على بتيلات صغيره جدا لو تحبي القلب تاع الورده يكون منغلق اكثر. الوغ انا راح نكتفي بهاد القياسين هادو. الوغ اول قبل ما نبدا راح نقلكم نهضر لكم على هاد لي كوبوار، هاد لي مول هادو اللي نستعملوهم في صناعه الورود بعجينه السكر لا جام باست. الوغ راكو تشوفوا فيهم عده قياسات هنايا هادو البيتيلات. فيكم الاخوات اللي ما تقدرش تفصل بهاد الطريقه، ما عليك الا انك تختاري القياس اللي يوالمك، ها الحجم تاع الزهره تاعك تاع الورده تاعك، وتاخدي القياس اللي يوالمك، وما عليك الا انك تحطيه على القماش. مثلا انا هذا راح نستعمل هذا القياس، تحطيه على القماش. كيفاش ديري له؟ تطوي القماش المربع تاعك هكذا على اربعه هكذا، راح تتحصلي على هاد الاربع مربعات اللي راهم هنايا هكذا، وتحطي انا راني يعني سبقت العملية واني حضرت هكذا. واش عليك ديري؟ تحطي هاد الكوبوار هذا وتحطيه هنايا هكذا، وترسمي تعاودي ترسمي البيتيلا هادي كما كي تشاهدي هنا من الداخل او من برا كما حبيتي، احسن من الداخل هكذا. راح تحصلي على هذا الرسم هذا، ومن بعد تقطعي عليه هكذا، تبعيه هكا بلا ما تفرقيهم، راح تحصلي على البيتيلات نتاع الورده بطريقه صحيحه، يعني صحيحه جدا. يعني فيكم راكو شارين كامل هاد الليمون كما راكو تشاهدوا. هذه لصناعه ورده البيفوان، حنا تاني نحتاجوهم في صناعه الورود بالساتان، يعني كل شيء ينفع حتى في الساتان كما راكو تشاهدوا. هكذا هادو كامل لي كوبوار جي لي اشتي باسكو يساعدوني في يعطوني لي فورم تاع البيتيلات. ماليا الا نحطهم على الاقمشه هكذا، نعاود نرسم ونقطع ونعملو بطريقه الحرق، يعني بالطريقه المعتاده اللي مدارين بها. هذا اول شيء. ثاني شيء انا متعوده نخدم هكذا، يعني الاخوات اللي ما عندهاش هاد الليمون ما عليها الا انها تتبع هاد الطريقه اللي كنت سبق واني شرحتها. ما عليك الا تقوسي هاد المربع هكذا، راح تحصلي على هاد الشكل هذا. بعدين في الاطراف هنا راح نقوسو هكذا باش نتحصلوا على البيتيلات، شكل البيتيلات الصحيح هكذا. دوكا راح نشوفوا طريقه الحرق، يعني سي تري امبورطون اليوم في صناعة هاد الورد الجوري.
اول شيء واش نعملو، ما تفتحيهمش، راح نقومو بالحرق اولا، يعني راح نشوفو كيفاش نعطو لهم هاد البيتيلات، نعطو لهم الحركات وهما هكا مغلوقين. عاده نفتحوهم، واليوم لا ماش نفتحهم حتى نعطي لهم الحركات هادو. بعدين نقوم بالتفريقه، راح تفهمي علاش راح نقوم بهذه العمليه، لاني راح نحتاج عده يعني حركات كما كتشاهدي هكذا. شوفي مانيش نحرق كامل هكذا، شوفوا الحركات هادو اللي تحصلت عليهم، هادشي اللي هو مطلوب في هذه الطريقه اللي باش نحرق بها هكذا. بعد كي تحصل على الحركات راح نحاول نفتح البيتيلات تاعي. اول شيء نفرقهم هكذا كما المعتاد، قلت لك ما تروحيش حتى الاسفل، تخلي واحد سنتيمتر ونفتحوا هنا الاطراف هادو تاني، نخلو واحد سنتيمتر. شوفي ما نروحش الاسفل، وهنا كذلك نفس الشيء نفتحهم، نخلي واحد سنتيمتر هكذا. حنحصلوا على هاد البيتيلات. واش نعمل معليا؟ غير نكمل الحرق في الاطراف باش الورده تاعي ما تفتحش معانا. ما تخفلكمش ان لاطافتا هادي لا دوبلور ال سوفيلوش بالخف، يعني لازم لها الحرق، ويعني تنفع كثير في صناعه الورود لانها قابله للحرق، ويعني تعطيك حركات جميله جدا، راح تخليك تحصلي على بيتيلات تشبه البيتيلات الطبيعيه. الوغ احنا جو في اكسبليكي هنا دوكا، يعني الموضوع الكبير الهام راهو كامل في الحركات تاع البيتيلات. واش ندير دوكا؟ راح ما عليا الا نطويهم هكذا على اربعه هكذا، نحاول نعاود نقابلهم وراح نتحصل على هاد الحركات اللي كتشوفي فيهم هنايا هكذا، ولكن راح نعملهم بطريقه يعني راح نركز عليهم اكثر. كيفاش ندير؟ بالحراره هكذا راح نحاول نقلب البيتيلات لهنا كما كتشاهدي، شوفي باش نتحصلوا على هاد الحركات هكذا، بيتيله وراء اخرى حتى نكملوا كامل البيتيلات. ماشي شرط تقعدي في نفس المكان، ممكن راح يعني نشتغلت على الشمال راح نشتغل على اليمين. واش نعملو هكذا بالحراره، نحاولوا نقوسوا البيتيلات نتاعنا. هنا ممكن نعمل حركات في الوسط، يعني جو في مباسي سور لو سونتر هكذا باش تشوفوا البيتيلات، يعني راح تعطيكم قلت لكم هاد الميزه تاع هاد القماش انه قابل للحرق، وهي يعني يتجاوب معاك، يعطيك الحركات هاد الجميله اللي كتشاهدي فيها. كي تحصلوا على هاد الحركات كامل كانها راح تحصلوا على كانها ورده حقيقيه كما في الطبيعه هكذا. قلت لكم نجمعهم بهاد الطريقه هادي دو سيت مانيير. ناخذ دبابيس هادو الصغيره هكذا ونحاول نثبت البيتيلات نتاعي مع بعضها هكذا، ثبتهم مع بعض باش يعني نعطي لها الشكل، باش من بعد في الجمع تجيني سهله. نحاولوا ان نتحصلوا على هاد الشكل هذا كوم اون ايفونتاي كما كنتو تشاهدوا. انني حضرت هنايا البيتيلات بنفس الطريقه، يعني حاولت نعطي لها حركات بنفس الطريقه كما راكو تشاهدوا. انا هكذا عملت عده بيتيلات، قلت لك انا ما نتقيدش بالعدد، ولكن انتيا على حسب الكثافه نتاع الورده تاعك. انا هنايا شخصيا عملت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، عملت 11 مره هذيك بنفس الطريقه كما قلت لكم. ديري هكذا وتفرقيهم هكذا على شكل ايفونتاي، وتحاولي تعطي لهم الشكل هكذا للداخل هكذا. كي تحبيها تكون الورده تاعك مو جوافه، يعني على شكل هكذا، لانه القلب راح تحتوي القلب نتاعها من بعد الفيتامين، يعني البذرات هذوك تاعها. فنحاولوا اننا نعطوا لها هذاك الشكل المقوس، يعني تكون مجوفه كما راكي تشاهدي. هو هذا الشيء كنت شرحته في الطرز، لاني في الاول فيديو تاعي عملت لكم الورد الجوري طريقه الطرز، والان احنا عملوه بطريقه نتاع المنفصل. فحاولي تبعي هذه الحركات اللي نعمل فيهم باش تحصلي على هذا التجوف هذا اللي كتشوفي فيه. راح نحاول ناخذ البيتيلات
اللي تكون فيها التجوف هذاك هكذا، ونحطها وحده في قلب وحده بهالطريقه كما قلت لكم شوفوشي. دائما الورود تاعنا لازم تكون شوفوشي، ونحاول نجمعها كما راكي تشاهدي بهالطريقه. نروحوا في وسط القلب هكذا ونحاولوا نجمعوهم بهذه الطريقه على شكل المروحه. هنا راني نعمل في التقوس نتاع زهرتي ولكن بطريقه مختلفه، ماهوش كيما الطريقه نتاع المره السابقه. راح ناخذ هاد البتيلات اللي قلت لكم هكذا، نحاول قلت لكم هاد الطريقه تاع الطول راح تعطيك شوفي عده بتيلات باش تربحي يعني الوقت، ما تقعديش تفصلي فيهم بالوحده، راح تربحك يعني هكذا حتى تحصلوا على هذا الشكل كما راكي تشاهدي هكذا. ونحاول نحطها هنا بين هذوك البتيلات الاولى اللي عملتهم، يعني هذا هو اللي راح يكون القلب نتاع الزهره نتاعنا. نحبطوا شويه هكذا، شاهدوا ان الورده تاعنا راهي بدات تتكثف، راهي تشبه الورده اللي عملناها المره السابقه، ولكن هذه راح تكون راح تحتوي على الفيتامين يعني البذرات هذوك. راح نشوفوا كيفاش نحطوهم هكذا نتحصلوا على هذا القلب هذا. نفس الشيء راح نكمل بالبتيلات هادو، شوفوا راح نزيد نكمل الدوره هذه، شوفوا كيفاش نحط فيهم هكذا. هنا نحاول نجمع هكذا. هاد الورود تنفع كثيرا في الاكسسوارات تاع الشعر او دي بروش، يعني نحي الدبوس هذا راكو تشوفوا كيفاش راني نجمع فيهم. راني ندور هكذا، نخلو هاد البتيلات الكبيره للاسفل باش الورده تاعنا تكون تكبر يكبر الحجم تاعها، ونحاول ناخذ البتيلات اللي خدمتهم بالمربع الصغير تاع 11.5 سنتيمتر، يعني بنفس الطريقه راني نجمع فيها هكذا. شوفوا هكذا هكذا حتى نتحصل على التجوف تاع الورده تاعنا هكذا هكذا. نفس الشيء نكمل بهاد البتيلات الصغيره هنا ونحبس، نكمل بهذه فقط. واش نعمل بعد ما نحط هذه هنايا هكذا؟ نجمع هذه يعني الاخيره هذه اللي حطيتها، طريقه سهله جدا. نش ترافاي اون فورم دي فونتاي فقط، دوك الجمع الاخير هو اللي حيعطيني الشكل الصحيح ولا اسهل هكذا. كي نكمل الجمع تاعها واش نعمل؟ راح جفي جواندغ هاد البتيلات مع اخر البتيلات هادي الاولى بهاد الطريقه باش نتحصلوا على التجوف كيما راكي تشوفي هنايا. نحي هاد الدبابيس هادو طبعا ما تخليهمش هكذا، وبا على شكل كاس هكذا كيما كي تشاهدي. شوفي هكذا ندير هادي فوق هادي، الاولى فوق الاخيره هكذا، راح نتحصل على التجوف نتاع الورده نتاعي. يعني الميزه تاع هذه الورده انها مجوفه، باش يعني فيها راح نحطوا لي فيتامين او البذور كما راكي تشاهدي هكا. طريقه مختلفه على المره اللي فاتت، هذيك عملناها يعني بدون حبيبات الطلع نتاعها، هذه لما تكون الورده فيها الحبيبات هذوك لي فيتامين هكذا. تحصلوا على هذا الشكل هكذا هكذا. الوغ كما كنت قلت لكم دائما تاخذوا هادو تاع الخيط هكذا، هاد فيها لو سيركل هذا صغير وفيها لو سيركل هذا الكبير. واش تعملي؟ ما عليك الا تحطيها هنا، راح تساعدك هكذا باش تحافظي على الشكل تاعها هكذا. ونمروا الى جمع الطبقه السفلى نتاع الورده تاعي هكذا واحد الله. نفس الشيء نحاول نفتح لو ماكسيموم، هاد سيت اون مانيير
ما نحطهمش هكذا يعني شوفوشي، لا لا، هذه كي هذه الطريقه كي تكون الورده تاعنا نصح نحتاجوها انها تكون مكثفه، يعني راح تفتح. اما الان يعني الطبقه السفلى لازم نحبها تكون مفتوحه اكثر، فما عليا الا اني شوفي فقط ندلهم هكذا على الطرف هكذا ونحاول نجمعهم بهذه الطريقه باش تكون الورده تاعي اكثر انفتاح، يعني تكون تريز اوفيرت. وهذا ما يميز الورد البلدي هكذا كما راكي تشاهدي. بعد واش نعمل؟ ما نروحش نخلي هاد لي زابان حتى نكمل الخدمه. واش نعمل؟ نفس الشيء كما راكي تشاهدي هكذا، راح نعمل فقط اربع يعني بيتيلات، اللي متكونه كل بيتيله متكونه من اربع بيتيلات هكذا حتى نكملوا مع الاخيره هكذا، تحصلوا على هذا الشكل هذا كما صا. هذا الشيء راح تفهميه في يعني كنا نجمعوا الطبقتين هكذا حتى تحصلوا على هذا الشكل هكذا. نكمل نغلق البتيله الاولى مع البتيله الاخيره كما راكي تشاهدي هكذا. بعد نحو هاد الدبابيس هادو بيان سور هكذا. بعد ناخذ الورده تاع القلب تاعنا هذا ونحاولوا نحطوه هنا. شاهدي ان الورده تاعنا راهي مجوفه، يعني عطينا لها الشكل الصحيح تاعها الطبيعي بطريقه سهله جدا، يعني سيتون تكنيك فقط. هي راهي تقنيه يعني باش والتامل، قلت لكم لازم التامل في الطبيعه، تشوفوا الزهره كيف يعني كيفاش راهي من واش متكونه والحركات اللي فيها كامل سهله باش تحصلوا عليها كما راكم تشاهدوا هكذا. بعدين اون فاجواندغ لي دو طبقتين هذه مع هذه. واش نعمل؟ ناخذ انا شوفي ما فصلتش الابره عن الورده تاعي، نحاول ندخلها هنايا. قلت لكم انا ما نحبش السيليكون، جوتيليز با الوغ، نحب الخياطه افضل. فنحاولوا اون فاجواندغ طبقتين كما راكي تشاهدي هكذا ونخيطهم مع بعض هكذا هكذا، تحصلوا على هذه الورده الجميله جدا وتشبه الطبيعيه. انا نشوف فيها شبيهه لل يعني ما عندها مت هكذا. ناخذوا هكذا من الاسفل ونبداو نثبتوا في الورده تاعنا هكذا باش نقطعوا الخيط. شوفوا طريقة التلوين كذلك هكذا نفس الشيء. نكمل هاد باش نحي الخيط، تحصلوا على هاد الوردة هادي كما كي تشاهدي هنايا هكذا. شوفوا الكثافة تاعها، شوفوا انها يعني وردة راهي مفتوحة على هاديك اللي قلت لكم الطبقة الأخيرة لازم تكون يعني مركبه بالشكل اللي وريت لكم. واش نعملوا الان؟ دوكا راح نستعملوا هاد لي ستيلو هادو كو جي اشتي. هادو سي دي ستيلو تاع تكستيل لي اون بو نكتبو بيهم في سور دي تيشيرت ولا سور دي باسكيت ولا تحبي بور بيرسوناليزي. نحاولوا بها راح نشوفوا كيفاش نحطوا لا باز فقط نتاع قبل ما نحطوا لي زيتامين تاعنا، راح نشوفوا كيفاش نلونوها هكذا فقط. نحاولوا نعطوا لها يعني ليك اون باس. راح تشوفي هذا الشيء في الورود، يعني حاولي انك تقتني صور تاع الورود وكي تدقي فيها راح تشوفي هذا الشيء اللي نعملوا فيه كامل. يعني لي زيتامين غالبا ما تترك اثار تاع اللون هذاك، فاحنا راح نبداو هذا ندير نعملوه كقاعده كما راكي تشاهدي. من بعد
هاد لي فيتامين انا اخترتهم اصطناعيه كما راكي تشاهدي هكذا، درتهم اصطناعيه، فما عليك الا انك تخيطيهم هنايا او تسقيهم بلو سيليكون هكذا. انا حنخيطهم، نحاول كيفاش نخيطهم، انا ما عنديش لو سيليكون، نثبتهم هنايا بهذه الطريقه هكذا. يعني في عدة طرق لصناعة هاد البذور تاع الورود. احنا حنبداو اول شيء بالبذور الاصطناعية هذه اللي نصيبوها دون لي ميرسوري، عند لي ميرسوري تبيعهم، يبيعوا ادوات الخياطة، فيهم عدة الوان وعدة اشكال. حاولي تجيبي الالوان هادو يعني على حسب الوردة تاعك اللي راح تعمليها هكذا، تن تحصلوا على هذا الشكل هذا. نوقفوهم هكذا، شاهدي اللون هذاك التلوين اللي درتو، يعني الفكره انه لي فيتامين هادو يكونوا خارجين يعني تماما من الورده، على هذاك اللي درنا هاد لا تراس تاع لا بيغمونطاسيون هادي تاع التلوين. الوغ شاهدوا الورده قبل ما نكمل لو فيديو، لا فيديو هادي عفوا جو مسوي ترومبي. الوغ شوفوا النتيجه كيفاش راح تكون، يعني راح تحصلوا على ورده وكانها طبيعيه هكذا كما كنتو تشاهدوا. حاولوا نعطوا لها حقها بطريقه بسيطه جدا. راكو يعني تلاحظوا اني مانيش شو با بازي ترو سور لي في على الاوراق. راح نحاول اني نعمل فيديو وحده يعني منفصل على طريقه صنع عده اوراق، كل ورقة تخص هاد الورود اللي رانا نعملو فيهم إن شاء الله. ونحاول أني يعني كي نكمل كامل الدروس تاع الأوراق، نحاول نركب كل ورقة في الوردة اللي يعني اللي تليق بها. شاهدوا الوردة تاعنا، طريقة يعني مبسطة جدا، مخدتش معايا وقت كبير. لو يعني تتقيدوا بالطريقة هذه تاع وش يعني تاع الحركات، طريقة الحرق وطريقة الجمع. أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نتلقاو في فيديو قادم بإذن الله. فأخوات اللي راهي تقول لي ماوش يلحقني الجديد، حاولي أنك تفعلي زر الجرس هكذا باش يلحقك الجديد. ويعني كاين أخوات اللي راهي حابة تتعلم ورود، ما عليها إلا تحاول تحط في التعليق اسم الوردة ونحن جوبي فيغ دي غوشيغش عليها، ونحاول نعمل لك طريقة نتاع الصنعة تاعها. أنا راني نخدم ورود منفصلة، نعطيك الطريقة ولكن انتيا ممكن تعملي عدة ورود وتحطيها تزيني بها يعني كل أعمالك. الأخوات اللي تخدم في المفارش، ولا الأخوات اللي تخدم في يعني جهاز العرائس وكامل، هادو الورود كامل راح تنفعك في تزيين الأعمال نتاعك. وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.